اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله ام. النهارده السمك، وخليها سمك النهارده، يعني حلقه فوسفوريه. عندنا سمكه الماكريل يا اخوانا دي بتيجي مستورده، يعني احنا ما عندناش يعني مزرعه او عندنا حاجه بتطلع السمكه الماكريل زي الرنجه كده. سمكه الماكريل دي مظلومه في وسط الاسماك، يقول لك سمكه رخيصه، سمكه مثلا الفقير اللي بياكلها. انا العكس، سمكه الماكريل عندي احلى من الاستاكوزا، احلى من الجمبري، احلى من كل حاجه في الدنيا، لانها اكسير الشباب، غنيه جدا باوميجا 3، الهدف اللي احنا بندور عليه في السي فود. انا هعملها النهارده بطريقتي الخاصه، هتعجب حضراتكم بالطريقه المغازيه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، بزيت الزيتون والليمون، ولكن بافكار جديده. معانا كابوريا النهارده، الكابوريا لطيفه ومحمله لحم، والكابوريا في ايام الشتاء بتبقى مبطرخه، فهعمل النهارده كابوريا مشويه بالبصل المكرمل، بصل مكرمل من خير ارضنا، ولكن بصل احمر ابيض، مش هو ده الموضوع، طريقه التنفيذ نفسها هي دي الحكايه وهي ده الموضوع. معانا عدل السفره الجميله، شويه رز، الرز عندي رز بالطماطم والشبت، لطيف وجميل، وهو طبعا ممكن يتعمل بزيت زيتون او بالزبده. تفاصيل كتيره في الحلقه، بما ان هي حلقه فوسفوريه قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ولكن التكلفة المالية قليلة جدا. هستأذن حضراتكم وناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير مع معلومة غير معلومة مع أكلة سمك من بين إيدك وصابع إيدك العشرة يا أمي، بالتأكيد هيكون لها طعم تاني غير طعم المطاعم. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى والطعم جديد. يعني ايه يا عم الشيف؟ الماكريل النهاردة معانا، احنا دايما نعمله صينية مشوي، نعمله مقلي، ولما يتعمل مقلي الحرص وكل الحرص ان الزيت بتاعه ما ينفعش للأسف تحمري فيه حاجة تانية. يعني مثلا لو انا قليت سمك الماكريل في زيت عادي خالص، تيجي تقلي جمبري هيبقى طعم الماكريل. والمقادير على الشاشة، معانا ماكريل، معانا طبعا توم، ومعانا زبدة وزيت زيتون، معلقة فلفلة حلوة، شوية كزبرة، شوية كرفس، بصل وتوم، فلفلة حلوة، فلفل حار، شوية زعتر حلوين، التحابيش بتاعة المطبخ، كل حاجة ايدك تيجي عليها في المطبخ حاجة لطيفة من درج التلاجة من الحاجات اللي موجودة هتعمليها ازاي، دي التفاصيل مع بعض. ولكن يهمني في طاسة شديدة الحرارة على النار بتسخن جيدا، دي مطلوبة. حلو الكلام. سمكة الماكريل من العيلة الغنية جدا بأوميجا 3، من ضمن الأسماك زيها زي السلمون. شفت السلمون سعره كام؟ غالي. لا الماكريل أحلى من السلمون يا شيف، قول الكلام غير الكلام ده، الله يرضى عليك، ما تزعلنيش منك. هو ده، أنا يهمني القيمة الغذائية بتاعت السمكة وليس السعر بتاعها. سعرها كام بقى، هي بكام، مش هو ده الموضوع، انا يهمني القيمه الغذائيه بتاعتها. هتقولي لي سمكه الماكريل زفره؟ لا، هي الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها هي اللي بتخليها زفره، يا اما يتجاب من عند الراجل اللي بيبيعه مثلا مفكوك من التلج او من التلاجه بقى له وقت كبير. انت ملاحظه حاجه؟ انا اللي بغسله ميه ولا بحاجه، معايا منديل اهوت وشيلنا بطنه، وصغير وكبير ياكل الماكريل، مع الضغط الماكريل ما فيهوش اي مشكله. مريض سكر ماكريل مفيش منه اي مشكله. شفت السمكه حتى الجلده بتاعتها تحس ان هي جلده يعني لطيفه وجميله، وواخده اللون السلفر بالتفاصيل الربانيه، وانا بنضف بطنها كده من الدم زي الفل كده بمنديل. نضفت السمكه، عامل زي الكنعد اللي هو الدراك المشهور جدا في السعوديه. سمك الكنعد لما يتعمل مع الرز والكبسة، تحية كبيرة طبعا لكل الشعب السعودي. سمكة الكنعة هناك مشهورة ومعروفة، بتتعمل مع الرز، بتتعمل مشخول، بتتعمل كبسة. تعالوا مع بعض نشوف ازاي الماكريل الحلو ده نشتغله، نعمله على طريقتي بطريقة بسيطة وسهلة لكل أم بتتابعني، لكل مبتدئة في المطبخ تعملها بطريقة جديدة. ولكن خلونا نفصل الراس عن السمكة أهي، هي خبطة أبرك من عشرة زي ما بقول. الراس دي أرميها؟ أرميها، مش عايز الشوربة بتاعتها، شوربتها هتبقى زفرة معايا. خلاص أصبح إن السمكة معايا هنا زي الفل. هاجي هنا عند السلسلة بتاعتها وأفتح الفتحة دي،
تاني عند السلسلة اهو، هي الطريق بتاعها السكينة عارفة السكة اهو، ما بين السلسلة وظهرها، ونفس الطريقة كده اهو. ليه يا عم الشيف؟ عشان التتبيلة اللي هعملها على السمكة دي هتخش جوه اللحم ما بين السلسلة وما بين ظهر السمكة اهو. زي الفل، هنتبلهم مع بعض كده تتبيلة سريعة. التوابل العادية خالص، بنحط السمك ده كده في البولة دي وفي متناول الجميع زي ما هو كده، بحط عليه عصرة ليمون بس خلاص، مش هحط أي حاجة خالص، لا ملح ولا توابل ولا أي بهارات. عطشان يا سمراني اسقيني محبة. يعني إيه يا عم الشيف؟ يعني سمكة المكريل بعصرة الليمون أخليها زي ما هي كده، هديها الصدمة النارية وأعمل الخلطة بتاعته دلوقتي. أول السمك ده ما يبدأ يتحمر معايا أنزل بالخلطة اللطيفة الحلوة اللي أنا هعملها دلوقتي. الخلطة دي عبارة عن إيه؟ اللهم صل على النبي. توم، دي أول حاجة. طبعًا أنا معايا الجريلا بتسخن، فعشان كده مش هحط السمك دلوقتي في الطاسة. توم، معلقة توم محترمة كده، معلقة فلفلة حلوة لطيفة، دي الهريسة الحمراء، شوية صويا صوص بس خلاص. ولو حطينا صويا صوص يا أختي يا أمي يا ست الكل يا ست الحبايب، اوعى تحطي ملح. ليه؟ لأن الصويا صوص ملح، ده كرفس، ده قليل من الشبت، قليل جدا. معانا زبدة، خدتها كده بحطها هنا كده كلها اهي. شفت الجو ده كده؟ تمام. معانا عصير ليمون، معانا شوية طماطم مضروبين في الخلاط. كل ده يا عم الشيف؟ بهاراتك ايه بقى؟ ملح، فلفل، كمون. انت عايزه انهي مطبخ؟ كمون وكزبره، دخلت على المطبخ المصري. هتحط زعتر وشويه بابريكا، ده كده هتعملي المطبخ الطلياني. دي بابريكا، احنا هنحط برده شويه كركم حلوين كده، توابل لطيفه وملح، مش هنحط، هنحط فلفل اسود. والخلطه دي يا عم الشيف هناخدها زي ما هي كده بشويه ميه ونضربها في الكبة بس خلاص. نضرب الخليط ده، شفت السهولة والبساطة؟ تمام. بتلاتة تعريفة الخلاط ده وبيساعدك او زي الفل. هيبقى عندي بوريه دلوقتي، بوريه منك. تركبنا المطبخ. في اي تفاصيل مش عارفينها؟ الخليط ده هو ده الموضوع. في زبده، في طعم. هناخد السمكه زي ما هي كده، رشه زيت صغيره في قلب الطاسه السخنه دي، اللهم صل على النبي. وناخد السمكه من ديلها، الفتحه فين بتاعت السمكه؟ هي دي. بص انا هحط السمكه، لازم هنا الوضع مهم جدا. السمكه هنا، الفتحه هنا قدامي، وماسك السمكه من ديلها، احطها كده. الله، نفس القصة، الفتحة فين؟ الفتحة فين؟ شفت السمكة عدلها ده؟ الله، الفتحة فين؟ تسلم ايدك يا عم الشيف. ريحة السمك لطيفة وجميلة، هو ده. هسيبه على النار بالشكل اللطيف اللي حضراتكم شايفينه ده كده. والخلطة الحلوة اللي عندي دي، يا نعم عينيا، والله العظيم قريتك، أنا عارف أنت حبيبي، حبيبي ومدرستي، عايز لون حلو في قلب الطاسة. خرجنا الجميل عينه حلوة، بيحب الحاجة الحلوة. المهم نعمل له إحنا، ناخد الفلفل ده كده، وده اختياري يعني، قطع كده. والله جوزك بيحب الحار، اهلا وسهلا، هيلاقي الحار في قلب الصينيه. ايه رايك في الصوره الحلوه دي مخرجنا؟ لا ما ينفعش،
وانا هظبط لك الدنيا دلوقتي، انا عارف انت عايز ايه يا حبيبي. انا بطن السمكه مكان ما فتحت السكينه ده اللي يهمني. هنزل عليه بالبهريز دلوقتي. شفت الجو ده كده؟ اهو يلا بينا، يلا بينا بقى التركايه. بص الحلاوه دي كده اهو، ظهر السمكه هو ده، هو ده. الله، تقولي لي جمبري، تقولي لي استاكوزا. شفت الشقاوه دي؟ ونسيبها تبكبك على النار. انا عارف انت عايز اللون السلفر الجميل. شفت انا بعمل ايه؟ هي دي التركايه. لما يكون عندك فراسه طهويه، ابداع طهوي، تبقى عارفه بتعمل ايه. يا راجل يا طيب تلزق مين بس؟ انا هحركها لك دلوقتي وهزها لك وتشوف السمكه بتجري ورا السمكه. عايزه طولها. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. طالما الطاسه سخنه ويقول لك المثل بتاعنا اضرب الحديد وهو سخن، اوعى تنزلي بسمك في طاسه بارده او اي مشويات في طاسه بارده. اهي اهي اهي، سيبها بقى تاخد غلوه على النار. بس خلص السمك كده خلص. عايز شويه رز ابيض؟ ماشي. شويه رز بالطماطم اللي هعمله دلوقتي مع شبت؟ ماشي. مش لازم رز صياديه. كابوريا هتعور ايدي. هعمل الكابوريا دي مشوي بالبصل المكرمل. ممكن نشوف المقادير ولا بعد الفاصل يا شباب؟ زي ما حضراتكم حابين، انا معاكم. طبعا انت ناسيني خالص دلوقتي، انت مركز مع الصوره الحلوه. الصوره الحلوه يعني عايز اقول على الشاشه تعني مليون كلمه. هتقولي لي رخيص؟ لا، انا مش بتكلم على رخيص وغالي، انا بتكلم على القيمه الغذائيه او المحتوى الغذائي بتاع الاكله اللي انا عاملاها. زي ما هي كده هتخش الفرن زي ما هي، بس للأمان هعمل تركاية كده لطيفة علشان طبعا السمك يحب الليمون. اهو هنرسم لوحة فنية زي ما بقولوا. اهو معانا ليمون، شرايح من الليمون. هناخد شرايح الليمون دي كده ونرصها على ظهر السمكة واحنا واقفين. الله، ايه الحلاوة دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ لوحة فنية بتفاصيل إبداعية طهوية. يلا بينا دخلها الفرن في درجة حرارة 180. مكانها فين في الفرن يا عم الشيف؟ اللهم صل على النبي، هو ده الكلام، على الشبكة بتاعت الفرن. حلو قوي. عندنا صينية هنطلعها هنشوي فيها الكابوريا، بنكسب وقت وبنسخنها. هنحطها هنا وناخد سمك الماكريلي الجميل. ما بقاش ماكريلي هنا بقى، سميه زي ما تسميه يعني، ادي له الشخصيه بتاعته وادي له حقه في الطعم وفي الشكل. ده زعتر يا غالي، ده زعتر. برسم لك لوحه حلوه عشان انت بتحب الصوره الحلوه. درجه حراره الفرن عندي 180. هناخد الصينيه الحلوه اللي فيها تفاصيل او اللوحه الفنيه بالتعبير المجازي وهندخلها الفرن. يلا بينا. شفت البساطة والسهولة يا ست الكل؟ يلا، اللهم صل على النبي. نعم، والصورة تسبق الحديث من داخل الفرن. ايه الجمال والحلاوة دي؟ والصورة من الفرن بتاعنا تفاصيل الماكريلي لأول مرة بالطريقة دي، قيمته الغذائية عالية جدا، يناسب الصغار والكبار من أفراد الأسرة. هناخد بعدها نطلع فاصل صغير. بعد الفاصل معايا كابوريا، كابوريا شتوي لطيفة وأيام الشتاء والفصول شهر 10 و11 و12 و1 مع بدايه عام جديد، الاسماك بتبقى مطرخه ولطيفه وخاصه القشريات. هنعملها مشويه بالبصل مع شويه رز بالطماطم. حكايه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا بيقول لي ايه في الفاصل؟ هتبدا بالرز ولا بالكابوريا؟ سؤال ذكاء. طب انا لو دلوقتي معايا الوقت حاكمني بيقول لي معاك تقريبا 30 دقيقه مغازي، ابدا بالرز ولا بالكابوريا؟ بالفاكهه كده
طبقي بالرز. ليه؟ لان الرز هياخد وقت في السوى. انا بقول لك كده ليه، ومش مطلوب مني ان انا اشرح لك، بس انا لازم اوضح، لان انت ممكن تقف في المطبخ ساعتين ثلاثه والطاوله او السفره تقف على شويه رز لسه ما استووش، فالرز بياخد وقت. فهنبدا بيه. الرز معانا رز مصري، معانا صلصه طماطم، ومعانا عصير طماطم، ومعانا شويه بهريز اللي كانوا باقيين عندنا من سمك الماكريل اللي كنا ضربينهم في الخلاط، بصراحه لقيت نص كوب احتفظت بيه، ومعانا زيت. وتعالوا نشوفوا ازاي نعمل الرز بالطماطم مع الشبت، حاجه كده بديله بدل الرز الصياديه كل يوم. هناخد كده معلقتين زيت في قلب الطاسه، مطبخنا بسيط وسهل خالص في متناول الجميع. بصلايه ناعمه استنى عليها تديني حلاوتها، شقاوتها، لونها الحلو، كرملتها. حلو. طب انا عايز السرعه، يبقى انا احط ايه؟ مكعب زبده. هو ده فص توم محترم. هو ده. واقلب كده على النار. الرز بقى مشكلتنا معايا يا عم الشيف، ممكن نكون عاملين اكله سمك حلوه قوي، عاملين سفره حلوه قوي، ونتفاجئ بان الرز مش مهتمين بيه، مع ان هو عدل السفره زي البوكيه الورد كده في كوشه العروسه. في كوشه عروسه من غير بوكيه ورد هو اللي بينور الكوشه. حلو الكلام؟ فطبعا الرز لما يكون معمول بالتفاصيل بتاعته هو اللي بينور السفره، هو اللي بيخلي السفره طعم، سواء جنب جمبري، سواء جنب صينيه بطاطس باللحمه، سواء جنب السمك اللي انا دخلته الفرن الماكريل. هناخد مخرجنا الجميل دلوقتي ونبص عليه، وهكذا. فلازم نهتم بيه شويه. البصلايه هنا زي الفل، خدت لون مع التومه مع زبده، شويه البهريز اللي كانوا باقيين عندي من تتبيله السمك الماكريل، فاكرينهم دول؟ احطهم هنا بس. خلاص خلص الرز مع صوص طماطم. طب ما عندكيش البهريز ده، خلاص هتستخدمي صوص الطماطم اللي معانا ده كده، ومعلقه معجون طماطم. وتعالوا مع بعض، ياخد غلوة على النار مع تظبيط الملح. الله على الريحة الحلوة، ايه الجمال ده. معانا شوية شبت حلوين، ما نكترش الشبت عشان ما يقلبش على محشي. طالما الشبت لوحده في قلب الأكلة طعم الشبت ظاهر. حطيت كزبرة وبقدونس، بقينا ايه؟ محشي كرومب على طول. خلي الخلطة دي تغلى على النار كده زي الفل. نعم عينيا، حاضر. لا يستاهل يطلع من، خلاص استوى مكريل كده، استوى. هنطلعه من النار، لان انا عارف انك انت عايز تدلق. عينيا، يلا. الخلطه دي تدوب كده. الله، شويه رز زي ما قال المغازي. تتبيله والبهريز والكشنه. كشنه يعني خلطه بالسعودي، بيسموها في السعوديه او في الخليج عموما، يعني الكشنه اللي هي طماطم وبصل ولومي وتوابل عربيه وهكذا. شفت الجو ده كده؟ هناخد الكشنه دي، التتبيله دي، الخلطه دي، الحلويات دي، ونحط الرز عليها. يقول لي اعمل ايه في الفرن يا غالي؟ انا معاك. ننزل بالرز ده كده ونشربه الخلطه دي. شفت الجو ده كده؟ هو ده. الله. ونسيب الرز يشرب من الخلطه دي، ونظبط عيار الميه بتاعه. شفت شويه الرز دول؟ اهتمام، وخدوا شغل اكتر من السمك. السمك ما خدش شغل زي دول. بس هم دول اللي على السفره بقى. وانا شخصيا بحب الرز، يعني بكون عامل دايت، عامل ريجيم، برضه باكل رز. ما انا مستني تعليماتك يا غالي. طب شفت الرز؟ اسيب الرز على النار، واسمع كلام مخرجنا، عايز اشوف الماكريلي بتاعك ده اللي صدعت راسنا بيه. ما احنا ظالمينه ان هو رخيص، ده غالي وتمنه فيه. ده الماكريل، شايف الحلاوه دي؟ تاخد من الصوص ده كده وتحط على شويه الرز بألف انا وشيف، تغمس. نقلب. الله، تفاصيله على الشاشة. سمكة الماكريل يا اخوانا قيمتها الغذائية عالية جدا، سعرها بقى غالي في السوق دلوقتي بعد الشيف المغازي ما دلعها واداها حقها.
ننزل بالماء المغلي بس خلاص، ونشيل دي من هنا خالص. اوعى تحط ميه بارده، لازم ميه سخنه. الرز طالما اتغسل وبعد ما اتغسل صفينا ميته وسبناه على جنب لمده ساعه مثلا ولا نص ساعه. عيار الرز، كوبايه رز بتاخد 1.5 كوب ماء. طب الرز ما اتغسلش واتغسل وعلى طول استخدمناه، يبقى ياخد 2 كوباية ميه. شفت شويه الرز بيتكلم مصري. شايف اللون الحلو ده؟ الكبار والناس الطيبين في العادات الحلوه قال لك ايه؟ قال لك اتقل على الرز لما يستوي، يعني اتقل في القعده كده، خليك اخر واحد تتكلم. المثل جه من هنا. هنغطي الحله ونسيبها. تعالوا مع بعض نعمل كابوريا مشويه بالبصل المكرمل من خير ارضنا. شويه البصل دول هم عدل الكابوريا. معانا 3 بصلات حمر او بصل ابيض عادي، فلفل حار. شوف مطبخك رايق ازاي وزي الفل، مفيش كركبه في المطبخ بقى بعمل سمك يا حبيبي، لا خالص، الموضوع رايق وزي الفل. كابوريا، بصل حلو قوي، فلفل، فلفله حلوه، شويه صويا صوص، والمقادير على الشاشه، صورها بالتليفون، اكتبها ورايا ست الكل. كابوريا هيبقى لها طعم تاني خالص. الكابوريا دي ما بتاخدش 5 دقايق في النار، عشان كده انا سايبها للاخر، ولكن يهمني كرمله البصل قبل كل حاجه، يعني احضر لها من الاخر. ناخد البصل ده كده، تعالى يا غالي، لا خلاص حبيبي زي ما احنا كده. لا اما انا اقول لك على حاجه، انت برافو عليك، يعني انت دارس مطبخ يعني. يقول لك البلانشة الحمراء للحمة، البلانشة الخضراء للخضروات، البلانشة الزرقاء للسي فود، البلانشة البيضاء للبروكلي، كل الكلام ده حلو قوي دراسة، أما علميا وفعليا ومعمليا أهم حاجة السكينة نظيفة والبلانشة نظيفة، ده اللي يهمني بقى. حلو الكلام؟ ممكن تكون عندك بلانشة حمراء للحمة والبلانشة دي جواها بكتيريا تعشش السنين، ممكن جايبه بلانشه زرقاء للسمك وجواب، لان البلانشه لازم تتغسل، وخاصه يبات عليها الملح في حاله استخدامها كتير، عشان وجود الملح عليها فتره الليل بيمنع اي حشرات ويقتل البكتيريا. ناخد الفلفل ده كده. جاوبتك انا على السؤال ده؟ انما مبادئ المطبخ وسنه اولى مطبخ، يقول لك البلانشه الحمراء للحوم، ده كلام جميل جدا ونلتزم عادي، مفيش اي مشكله، ولكن النظافه اهم حاجه بقى ايا كانت المسميات. النظافه ثم النظافه، والمطبخ هو عنوان بيت ست الكل. مطبخك نظيف يعني كل حاجه هتبقى زي الفل. معانا فلفل اصفر، الشكل ده كده، الطاسة بتسخن على النار معايا، مهمة جدا. الله، زي ما هما كده بننزل عليهم بشوية ثوم، شوية ملح، ونشوف أخبار الرز بتاعنا إيه. إيه الحلاوة دي؟ إيه الجمال ده؟ عايز نار هادية بقى. أوعي في حياتك طول ما انت بتقف في المطبخ وتعملي اكل لاولادك نظريه المغازه دي، توطي على الرز غير لما يغلي، بيغلي توطي النار عليه. طب وطيت النار على الرز قبل ما يغلي، ايه اللي بيحصل؟ رقم واحد الرز بيبوش ويعجن منك، مع انك انت ظابطه عيار المي بس اديت له فرصه يبوش، يبقى رز بلبن. رقم 2 بتلاقي حبات الرز مش واخده السوى بتاعها الكامل، لانك انت طبعا ايه ما مشيتيش معاها وسيستيها، سيبيها تغلي وبعدين توطي النار. ناخد دي كده نخليها كده على جنب، نار هادية وزي الفل، وناخد الطاسة بتاعتنا كده ونستأذن مخرجنا الجميل. طلعنا فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف كرملة البصل مع الفلفل مع شوية توابل حلوين. هنعمل كابوريا مشوية
طعم البصل فيها داخل ما بين اللحم وتفاصيله بتاع الكابوريا، وازاز كابوريا لو ازازوني ازازي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. مخرجنا قال لي طلعتيني فاصل فجأة، لازم تعرفوا التفاصيل وكواليس الموضوع. أنا معايا وقت عايز أسخن في الطاسة، فالطاسة دي لازم تسخن، ما ينفعش أحط بصلة مع خضرة مع كابوريا في طاسة مش سخنة. طب إيه اللي هيحصل؟ يا ما تقوم لا خالص، على الطاسة ما تسخن لحم الكابوريا هينشف مني في قلب الكابوريا. بصلايا دي البهريز والطعم والخير بتاع البصلايا وكرمالة البصلايا هيضيع مني، فلازم الطاسه تكون سخنه. تعالوا مع بعض نشوف ازاي هنعمل كابوريا كابوريا مشويه بالبصل المكرمل واحنا مع بعض كده. اهو رقم واحد عندي سكر. الله يا سكر، بحفنه ايدي كده تقريبا معلقه بسقطها هنا. دي مدرسه تانية خالص. شفت الجو ده كده، هو ده. وبحط على معلقه السكر دي يا مغازي مكعب الزبدة ده كده. تركاية بقى، تركاية بقى لما نحب نشتغل حاجة كده بإيه، بحب. شفت إزاي؟ معلقة سكر وعليها زبدة، وأسيبها على النار تذبح. وأطفي النار اللي ملهاش عوزة عشان فاتورة الكهرباء ما تجيش عالية. يعني خليكي برضو مية مفتوحة وراكي على الحوض، اقفليها. كهرباء شغالة على الفاضي، اقفليها. كل ده طالما ملهاش عوزة. أسيب الزبدة تسيح مع السكر وأنا واقف بصص عليها كده من بعيد. وشوية الرز أخبارهم إيه؟ الله، إيه الحكاية دي؟ إيه الجمال ده؟ شفت الرز؟ ألف أنا وشفها مفلفل على نار هادية. أخبار الزبدة ساحت مع الكرملة. ناخد البصل بتاعنا، يلا بينا مكان منزلنا بالزبدة. اهو شفت الجو ده كده، هو ده. ونفس القصة اهو، الله، مدرسة تانية خالص دي. ها نعم، التفاصيل دي هنعرفها دلوقتي. مخرجنا بيسألني بيقول لي طب بس اعرف وادي مستقلتي عن الاخراج زبده وسكر مع كابوريا، ايه رايح فين بينا؟ هو ده الكلام. هقول لك انا دلوقتي، اصبر عليا عشان الطعم والتفاصيل اللي حضرتك عايز تعرفها. زي ما هم كده على النار. حلو الكلام؟ معايا شويه صويا صوص، الله عليك. هسيبهم جنب هنا بس. ايه اللي بيحصل هنا؟ السكر، سكريات مع سكريات البصل مع سكريات الفلفل الالوان الغني باوميجا 3 وغني كمان بفيتامين سي مع الفلفل الحار، كل ده فيه تفاصيل. والنار شغاله مع مكعب الزبده عشان السكر يتعايش مع بقيه الماتيريال. هنا الصويا صوص هتطلع الشقاوه بتاعت كل ده مع بعضه، واحنا بنحطها كده على وش البصلايه اهو. الله، ونسيبها على النار. دي الأمانة عايزة نار كده وعايزة الشوق وعايزة الجو ده كده إن شاء الله. نسيبها على النار كده شوية ونغرف الرز بتاعنا وإحنا مع بعض. اللهم صل على النبي. رز، إيه الجمال ده؟ إيه الحلاوة دي؟ جيب طبقك. هو ده، هو ده. الله، ألف هنا وشفا. السفرة من غير شوية الرز دولت تحس إن هي يتيمة، ملهاش شخصية. شوية رز مصري بيخلوا للسفرة كيان، بيخلوا للسفرة قيمة، خاصة مع الأسماك. ينفع بسمتي؟ ينفع، بس المصري رقم واحد. العود النعناع الحلو ده كده، الله.
البصل بيتكرمل مع الصويا مع الزبدة. حلو. ايه الاخبار؟ ناخد الكابوريا الحلوة دي كده، اللهم صل على النبي، ونسقط الكابوريا دي يا عم الشيف على البصل ده وندخلها الفرن. الله عليك، الله عليك وعلى والديك. انا بقى ببصش الوقت هنا، انا ببص الهدف عندي ورسالة بوصلها لكل ست بيت بتتابعني، لكل ام بتتابعني، انك تعملي الكابوريا بطريقة جديدة. انت لا معاكي مخرج ولا معاكي فريق عمل بقى بيضغط عليكي بالوقت، دقيقتين، ثلاثة، 40 ثانية، 60 ثانية، الجو ده بيفرحني لما بيقول 40 ثانية قال يعني. ال 40 ثانية دي يا دوبك بس الواحد يفكر يعني ايه. خلصوا، ناخد الكابوريا الحلوة زي ما هي كده. شفت الشقاوة دي كده؟ ترص كده، ترص كده، شفت الجو ده كده؟ لا انت لو قاعد معايا نص ساعة والله العظيم اكلك كابوريا مستحيل تنسى طعمها. عشان بتكلم الصدق زي ما هي كده يا عم الشيف. هندخلها الفرن بقى. خرجنا بقى يقول لي وقتك، عندنا برنامج تاني، ايش دعوة. زي ما هي كده بالتفاصيل دي كده اهو. الله، كل القصه هنا. هعمل شويه بهريس حلوين كده. البهريس ده عباره عن شويه فلفله حلوين وهي على النار كده. حلو، شويه ملح صغيرين وقليل من الماء. الله، ونقلبهم على الطاسة دي. عايزة نار هنا، النار لها معنى. وننزل كده الله. هنا بقى تدوقي طعم الكابوريا. حطينا توم في حشوة الكابوريا، حطينا توابل، انت بتاكلي توابل، انا عايزك تستطعمي طعم الكابوريا مع التفاصيل دي كده. يلا بينا ندخلها الفرن مخرجنا، ايه رايك؟ يلا. خلصت اجري؟ لا، حلوه مهم جدا دلوقتي الكابوريا دي تتحط على شبكة الفرن. عينية اهو، درجة حرارة الفرن عندي 180، مأمن على الفرن. شبكة الفرن تهمني تكون في العلالي بالشكل ده كده. عايز نار مباشرة. بعد للأمانة بعد 5 دقايق من الآن هتلاقي الكفر بتاع الكابوريا ده بيتكلم فوسفوري لون الذهب، يا ذهب. تاني، بعد 5 دقايق من الآن لو المخرج اداهم لي ورضي عني هتلاقي الكفر بتاع الكابوريا ده لون الذهب. كفر اللي هو الوش بتاع الكابوريا من فوق. الله عليك مخرج شاطر، هو ده. احنا مش بيهمنا حاجه، فرسان التلفزيون المصري بالكرين بالكاميرا بنخش جوه الفرن، عند الفرن وعند النار نجيب التفاصيل. لما نقول الصوره تعني مليون كلمه على شاشه القناه الاولى، ده كلام مش من فراغ. يلا بينا، تعالوا مع بعض. معانا وقت قد ايه مخرجنا؟ راضي عني ولا ندردش شويه؟ لا، شفت بقى قال لي الخبر وحش، قال لي معانا دقيقتين. انا هطلعها بس مش هو ده الكفيل، دي عايزه بالظبط كده للامانه 5 دقايق 10 دقايق عشان لون الكفر ده ولون الكابوريا يبقى لون فوسفوري ذهبي. ولكن نتكلم عن الرز، لان احنا زي ما قلت لحضراتكم ممكن اكله السمك تكلف فلوس كتير قوي، ما بتكلمش بارقام انا، فلوس كتير. ولكن في الاخر شويه رز جنب صينيه سمك ايا كان نوعه، جنب صينيه جمبري، هيكون المزاج مش حلو. فيا اختي لما تيجي تعملي رز مصري مسلوق بس رز ابيض، بتغسلي الرز مره اتنين وبتصفيه من الميه جيدا، ما تخليش فيه ميه، لان لو خليتي فيه ميه وجيتي تسلقيه هتلاقي الرز عجن منك وكسر منك، وتظلمي الراجل البياع والمكان اللي انت جبت منه الرز. شفت المعلومات اللي بقولها دي؟ دي التفاصيل.
اصفيه جيدا بمصفه ناعمه علشان الرز ما ينزلش ينزل على الحوض، وفي الاخر بخليه على جنب. عايز اعمله بقى بالطماطم زي ما عملت دلوقتي، اجهز له الخلطه بتاعته والكشنه بتاعته، وفي الاخر بنزل بالرز واقلبه واهد عليه النار بعد ما يبقبق، بعد ما يغلي. دي التفاصيل بتاعه الرز. ليه يا عم الشيف؟ عشان الرز يبقى مستوي حبه حبه بالشوكه كده، تقلبيه زي ما انت عايزه. اما بقى موضوع الماكريل، اكله الفقير، لا ما بقاش اكله الفقير دلوقتي، بقت اكله كل الناس الحلوين اللي عايزين اوميجا 3، اللي عايزين ما ينسوش اساميهم واسامي حماتها واسامي الحبايب والجيران، لان اوميجا 3 بتعالج الزهايمر. اه حلو، ملوش الزهايمر ملوش دعوه بسن الشيخوخه ولا سن الطفوله ولا اي حاجه. الزهايمر ده الواحد بيجي بنقص فيتامين سي واوميجا 3 وبعض المعادن. اه شويه الرز مفلفلين وزي الفل. فاوميجا 3 موجوده في السمسم، موجوده في الطحينه، موجوده في الزيت الحار اللي هو بيطلع من بذور الكتان، موجوده في الماكريل، موجوده في السردين بتاعنا بتاع اسكندريه، موجوده في التونه، موجوده في السلمون، مالكوش دعوه بيه، ده سعره غالي. إذا موجود أهلا وسهلا. طب طلع الكابوريا ولا قول لي نعمل إيه يا حبيبي؟ أنا معاك، بس أنا يعني أنا عايز يعني قول لي بس لو معاك 10 دقايق يا شيف والله العظيم أبوسك. ده كده تتحبس فيها دي. أيوه طيب يلا بينا. نطلع الكابوريا بقى وإيه؟ والمعنى في بطن الكابوريا، يعني إيه يا عم الشيف؟ يعني أنا وصلت رسالة، والله خدت اللون الفضي، مش بقول لكم مرزق أم راضية عنا، خدت اللون أهي. والله ما حرجتنيش يعني، أنا عارف الكاميرا هتجيب لونها فسفوري يعني. شوف اللون، جيب لي اللون ما تخافش عادي. والله لونها فسفوري يعني. ظهر لوحده، بسم الله، إيه الجمال أهو، باين أهو، باين. بس للأمانة وللمصداقية واللي بيكذب بيخش النار، دي عايزة 10 دقايق في الفرن. حلو الكلام؟ هتاكل اللي تحت وتسيب اللي فوق. طعم الكابوريا نزل على البصلاية المكرملة بالتكنيك العالي من الخبرة. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.